لا نعود مع حضراتكم عند انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة، ولتقع ضمن إطار منافسات دوري 48 ساعة لأبطال فوت. تمريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. جيرارد بيكيه يهرب بالكرة، مر فيها، راح فيها، يخترق الدفاع في المرمى. يا رب يا سلام على هذه الكرة، على اللمسة، على اللقطة، على كرة تحرك الشباك. فشل كبير في التمركز من حارس المرمى في هذه اللقطة، ترك الزاوية مفتوحة تماما، الكرة تستقر في المرمى. مباراة كنا نتمنى بأن تكون أكثر ندية، لكن واضح الاستسلام تماما في هذا اللقاء. كرة لكريزمان فيها خطورة، تصدي مع الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. كانت كرة بينية خطرة لكن قطعت الكرة في الوقت المناسب. مارسيلو، أنطوان كريزمان، شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. أنطوان كريزمان تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. يملك تمريرات ساحرة، نظرة كاشف الملعب، نادرا ما يخطأ. الآن تصل المساندة بالنسبة له. جيرارد بيكيه، نيمار، تمريرة بنية، يا سلام، متعني الله على النظرة. يا رب يضع الكرة في الشباك، ميسي يسجل في هذه اللحظات. يهرب بالكرة، مر فيها، راح فيها، مساحات كبيرة في الجناح. كرة أخيرة للتقدم الآن، أول أهداف في المباراة، يكسر التعادل السلبي، تعادل استمر في هذا اللقاء، لكن الأمور الآن بمنعطف آخر، مواجهة تشتعل في هذه اللحظات.